كانت كبيرة قوي ده نرارة. اعملوا لايك يا سويس. كانت كبيرة قوي ده نرارة. بصي يا اسلام، اكيد هتحتفظوا بالفك ده في الدكانه بعد كده ان شاء الله. مش كده قاعده يا جماعه اهو. غير اللي فوق بقى، اللي فوق صف واحد، اللي فوق صف صفين برضه، هم صفين صفين. ده بقى محمد اسمه القرش. ها؟ نوع من انواع القرش. نوع من انواع القرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحباء والاعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناه جوار السويس، اللهم اجعله فتحا مباركا بالرزق الوفير والخير وحاجه ترضيكم باذن الله. النهارده يا جماعه انا بحضر افتتاح محل جديد لحبايبي مش بعاد عنكم، انتوا كلكم عارفينهم، ده اسماك البحر الاحمر. نبدا جولتنا يا جماعه. طبعا كلكم عارفين، صباح الفل يا مؤمن، افتتاح مبارك بالخير عليك وعلى اخوك احمد، وانا عارف ان شاء الله ان كنتوا هتسدوا مع الناس احلى شغل ان شاء الله. طبعا اخو مؤمن مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا عم، ربنا يجعله فتحه خير عليكم. الله يسلمك. وانتوا الحمد لله، انا مش هزكيكم، انتوا عندكم ضمير. الحمد لله. توعد الناس بايه يا مؤمن مع الافتتاح الجميل في رمضان ان شاء الله؟ باذن الله اللي هم عايزينها يا عم احمد متاح باذن الله، تظبيط اسعار، جوده واسعار وكل حاجه. احنا هنا في الاساس بقى غير اي مكان تاني. تمام، ده بتاعكم وربنا يجعل لكم فيه لقمه عيش حلوه. قول لي يا احمد يا جماعه، عشان اعرفكم برضو بالمكان، انا الدكانه واخده دكانتين، الدكانه اللي خلف اللي هي عند موقف فطوطه جنب الجزار ابو مصطفى اللي انا عامل له فيديوهات يا جماعه اهو. تمام، لو جينا كده من عند البوسطه كمان، ادي البوسطه اهي، البوسطه اهي، الشارع بتاع البوسطه بتاع مساكن الانصاري. لو انت جيت من خلف سوق الانصاري هتخش على المحل بتاع اسماك البحر الاحمر. النهارده مفاجاه، ومفاجاه كبيره جدا، سمكه قرش ياخدها كده بالتفصيل بقى. بص يا اسلام، اكيد هتحتفظوا بالفك ده في الدكانه بعد كده ان شاء الله. مش كده هتحنطوه. بصوا يا جماعه حجم الاسلام، ثلاثة ورا واحد، ثلاث صفوف، والسنه اللي بتتكسر وراها واحده برضه يا جماعه. بصوا دي واحده في مقابل ليها، في مقابل ليها، يعني لو كسرت دي في واحده وراها، في وراها واحده تانية. ده 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 عامله زي الرمح. هما ثلاث صفوف ورا بعض يا جماعه اهو. غير اللي فوق بقى، اللي فوق صف واحد، اللي فوق صف صفين برضه، هم صفين صفين. ده بقى محمد اسمه القرش. ها؟ نوع من انواع القرش. نوع من انواع القرش. اتفضل. يصطادوه ازاي ده؟ ده بيبقى معاهم كده يا عم احمد، بيبقى معاهم في الشرك كده صوت. في الشرك؟ مش في الغزل. لا مش في الغزل، الشرك. ايه هو الشرك؟ الشرك ده عباره عن صنار والخيط. سنار وخيط يعني بيبلع. بيبلع بس ده بيبقى مثلا ايه 100 سناره في بعضيهم، خيط كبير. واير. مش سناره واحده. واير كمان. أيوه. مش خيط، واير. مش خيط واحد. بصوا يا جماعه، ادي سمكه القرش. حته الاراء اللي بتقول لي حرام وحلال، يا جماعه رايي انا، وانا مش مفتي وانا مش شيخ، كل احل لكم اكل السمك، اكل البحر. يعني ربنا حلل اكل البحر كله، لم يحرم اي نوع من انواع صيد البحر. ده غير الحوت يا عم احمد. ها؟ ده شيء والحوت شيء. ده من نفس فصيل القرش. ده نفس فصيل القرش. الحوت، الحوت حيوان، مش 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 بالظبط. ده غير الحوت. لكن ده من اسماك يا جماعه. قرش سمك. سمك يعني في النهايه هو سمكه. لا سمك. لا وكمان بص ايه، تعالى يا مؤمن، السنه ملويه للداخل عشان ما تحش السمكه وهي داخله، لكن ترجع ما تقدرش. بص يا جماعه، السنه ملويه للداخل، هي السمكه تخش تيجي ترجع هتتصدم بايه؟ بالحراب دي، زي الحربه بالظبط اهي، لا يمكن ترجع تاني. طبعا ليه هو فتحات خياشيم. واحد، نفس القرش. اثنين،
ثلاثة أربعة. شوفوا يا جماعة خمسة. خمس فتحات خياشيم على كل جنب. وطبعا هي سمكة عشان طازة، أنا بقول لكم إنها طازة. بس الله لا يقدر لو أنتوا مش متأكدين هتحط إيدك يا مؤمن جوه وتشمها وتشمها، لقيتها فيها ريحة، ريحة النشادر ما تاخدهاش لأنها هتبقى مضرة. أدي بقيت القرش، هصور لكم من بعيد بقى. رجلك يا مؤمن. بيبان ذكر ولا انتهى؟ بص يا عم احمد، ده ذكر. ده ذكر؟ اه. النسرين بتوعه اهو. اه. تمام تمام. خش بقى على تشكيلة الأسماك. نخش بقى على فرش الدكانة. لسه بسم الله ما شاء الله. ده دراك. ده جايبين يا جماعة دراك، دراك سويسي. دراك سويسي أبيض. وفي شعور حجم وسط للايه للاسر. ايوه. طب الدراج بكام يا الدراج؟ ب 100 بس يا عم. ب 100 والشعور الشعور الصغير ده برده عامل 100 كويس. ده صدف؟ في صدف. بصوا يا جماعه الشباب صدف. بصوا يا جماعه يعني هو طبعا هم طول عمرهم شغلهم نظيف، بس كمان يبقى في زياده اعتناء عشان المحل الجديد. أيوه. وليه يا جماعه؟ ان شاء الله. لان بيرب هم عندهم اسم وعندهم عندهم اسم وعندهم زباين، بس زيادة في التأكيد لازم كل ايه محل جديد بيبقى ليه زهو المحل، وان شاء الله ندعو الله ان هم يستمروا على طول. وفي بلاميطة طبعا. في بلاميطة يا جماعة. واحدة عاملة 70 70 جنيه كيلو. واحدة بلاميطة. واحدة مش الكيلو عشان ده البلاميطة. الواحدة تمام. نخش بقى على اللي جنبه ده، فروخ هامور صغيرة. على شعور. على شعور بكام الهامور ده؟ 120 120 وشعور قلنا 100. اه الشعور 100 تمام. والجمبري الجميل ده، الجمبري ده عامل 200 ده ازاز على ابيض. ده حاجه يا عم احمد، ده اسمها 40. اه يعني هي كيلو على بعضه يا جماعه. ايوه 200. ايوه جميل والله جميل. نخش الناحيه الثانيه يا جماعه، نبدا من تحت الارض. في كابوريا نوعين، في كابوريا انات كبيره وفي وسط. الوسط بكام؟ الوسط ب 80. ب 80 والكبيره؟ الكبيره دي عامله 170. 100 وكم؟ 170. 170 دي كابوريا عم احمد، اربع اعداد في الكيلو. بعد كده انها محنيه كمان يا يا احمد حبيب. بص يعني الحمد لله الناس بقى الناس بقت واعيه وعارفه هي بتشتري ايه. يكفي ان الكابوريايا بسم الله ما شاء الله رفعت دراعاتها مش مرخيه، وريحتها يا جماعه بسم الله ما شاء الله. انا شايف فينا بقى شيف تشكيله بقى على محسني، على حريد. على حريد فرهودي. ده محسني. بكام ولا دي التشكيله دي كلها على بعضها؟ التشكيله كده على بعضها. بكام الكيلو فيها؟ كيلو عامل 65. جميل جدا يا جماعه. ده بينفد ولا ما ينفدش المحسني ده؟ ده لسه صغير يا عم احمد. ده صغير لسه ما جلدش يعني ما صح. ما الواحده مش 3 كيلو ولا 4 كيلو، واحده كيلو. كيلو في لوت صاحي. اللوت جاب الله على اللوت يا جماعه. انا يعني ما تزعلوش مني، انا بقول الله لان انا شايف قدامي السمكه. يعني انا بجامل ولا انا؟ وانا الحمد لله احسن واحد يقول للاعور اعور في عينك. هم عارفين كده ولا مش عارفين كده؟ ما بجاملش حد. 65 يا عم احمد. 65 لوت مزارع ده. مزارع. بس هو يعني لسه بحالته يا جماعه. طيب الناس بقى اللي غاويه فواكه البحر مع بعض كده، واحد يشرح لي ده نهيد. ده نهيد يا جماعه. ده لوكس. وده لوكس. وده صح يا عم احمد. ده اسمه ممتاز. صح. وده ابو مدنه بيسموه ولا بيسموه يعني هو اسمه ابو مدنه كده بس؟ في ناس بتقول عليه قرطاس. وفي سرنباق صغير وسرنباق كبير. بيتحرك بيتحرك يا جماعه. دخل لجوه تمام. وفي ايه؟ في سريديا كمان ولا مش سريديا دي؟ لا يبقى قلنا في لوكس و نهيد وسرنباء وابو مدنه تالي، بس مفيش حاجه تاني. الكيلو فيها بكام ولا على كل حاجه لوحدها؟ عامل 30 جنيه كيلو يا جماعه. دي في الاكل الفواكه البحر
جميل جدا، يخش في السي فود، بيخش في اكلك مع سلطه الطحينه 10 10. الجمبري الرفيع ده بقى للايه؟ للكفته. ده للكفته والسندوتشات، عامل 50 50 للكفته والسندوتشات بالطحينه يا جماعه. نبدا نطلع فوق بقى وناخد برضو من على اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. دراك وسط، دراك يا عم بكام؟ ده 80 80 اه، واحده كيلو كيلو وربع. يبقى سواك في النبص. بص يا جماعه انا بضغط عليها كده، بسم الله ما شاء الله، سمكايه طازه. ايه القاروص الجميل ده؟ ده بص لسه بالسنار بتاعه، بالسنار بتاعه يعمل كام الكيلو؟ ده 140 140 بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ذوقهم اهم حاجه. محمد بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شوف لي بالعرض دي كده يا مؤمن، تعالى لي كده. الله محمد اللي بان عليك، اللي بان عليك، ايوه كده. الشعور الجميل ده بسكالي كده يا احمد او يا مؤمن، دي طالعه 5 كيلو دي؟ دي 6 كيلو ونص. بكام الكيلو فيها؟ 125 بس. اللهم صل على النبي. يعني الصغير ب 100؟ اه الصغير في الوسط ده عامل 125. اه لكن ده بكام الكبير؟ ده 125 برضه، يعني اللي عايز يعني حجم 2 كيلو كيلو ونص، عايز الكبيره في ناس بتعملها. طيب والناجل ده؟ الناجل ده بقى بسم الله ما شاء الله. بص يا عم احمد حاجه ورد يا جماعه. اللهم صل على النبي. بكام الكيلو فيها دي؟ 150. جميل جميل. الدنيس ده انتوا اللي تقولوا يا جماعه، ظهر فضه والعلامه الكحله دي خفيفه مش تقيله، يبقى بلدي. برافو عليكم. دنيس بلدي يا عم احمد. دنيس بلدي يا جماعه، الواحده بوحدتها والظهر محمل يا جماعه. ظهرها محمل، يعرف تعرف تاكل سمك. 130 جنيه الدنيس البلدي، مش بنقول 170 ولا 130. 130 طبعا الافتتاح ليه زهوته، بس ان شاء الله اوعدكم انا هتابعه وان شاء الله الاسعار مش هتتغير. كده يا جماعه نبدا نخش على المفروش على الباترينه، وان شاء الله ناخد جوله الاول وبعدين نعرف الاسعار. عنده جمبري وسوبيا سوبيا بلدي جميلة، وعنده جمبري تاني حجم تاني، وعنده دراك، وعنده دنيس، وسمك موسى. سمك موسى بكام يا مؤمن؟ 230 يا جماعة. الناس اللي كانت سألتني هلاقي سمك موسى في رمضان، احنا في رمضان يا جماعة، وادي سمك موسى. الرقد ده بكام؟ 55 رقد يا جماعة اللي بهالي. ده الظهر وده البطنية، اقلبهم تاني. رقد ب 55. الحريق ده بكام؟ ده 60 50 50 50. قلنا الناجل ب 150 صح؟ والشعور ده 125 وصغير ب 100. والنفاره دي نفس الشعور برضه، نفس الثمن. نفاره وادي مرجان بقتب يا جماعه، ادي الفرق ما بين النفاره، ادي النفاره وادي المرجان ابو قتب و امرايا. وان شاء الله الاحسن من ده كله ان ربنا يوسع عليهم. الدراك الكبير برضه كام؟ 100 برضه 100. ان شاء الله ربنا يوسع عليهم وشجعوهم يا جماعه لان هم شباب ان شاء الله. انتوا هتتعاملوا معاهم وهتعرفوهم. سبق التعامل مع احمد وسبق التعامل مع مؤمن. كل التوفيق والتقدير ليكم يا جماعه. ناخد التليفونات بقى يا جماعه. احمد علي
010-11-433-3273. ده رقم الواتس يا جماعة، هو موجود ومؤمن، تليفونه 011-4-01-4-03-09، مؤمن، وده تليفون تاني. كل التوفيق كل التقدير والتوفيق ليكم يا جماعة، ها، وربنا يوفقكم إن شاء الله. شوف يا جماعة السنان عاملة إزاي، والسنان يا جماعة هنلاحظ إنها ملوية لجوه على أساس إن السمكة تخش تحاول تفرفص وتطلع ورا تمسكها الحراب، الحراب الحامية دي. آدي سمكة إيه، افتح لي الفك على قد ما تقدر كده يا محمد. يا جماعة آخره كده.